زلزال قوي يضرب الأسواق في سوريا، والدولار الأمريكي يقترب من 10,000 ليرة سورية، واستمرار هبوط الليرة أمام جميع العملات، والذهب يواصل صعوده عالميا وفي الداخل السوري. كل ده وبالتفصيل هنعرفه مع بعض من خلال الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتنا اليومية لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. بس زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ الجولة، ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، ففيها الخير والبركة. ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم. وتستمر معاناة الليرة السورية الجريحة مع التراجع والهبوط، واللي فقدت أكتر من 10% من قيمتها منذ بداية الأسبوع الحالي وحتى الآن، ليواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه القوي ويقترب من حاجز 10,000 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد. ووفقا لنشرات مصرف سوريا المركزي، فإن متوسط سعر الدولار مقابل الليرة في البنوك سجل رسميا 6,532 ليرة وفقا لنشرة المصارف، في حين سجل سعر الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي رسميا 8,200 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة. وقف سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 ليسجل مستويات 9,250 ليرة للشراء و 9,350 ليرة للبيع. وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء، فإن 100 دولار هتساوي 935,000 ليرة سورية. وجاء هبوط الليرة السورية رغم انتعاش قطاع السياحة وتوجه الدولة السورية لمزيد من الانفتاح عبر العديد من القرارات التحفيزية. ووفقا لبيانات حكومية في سوريا، فإن نسبة الإشغالات في الفنادق وصلت ل 100% في غالب المناطق السياحية. وخلال الربع الأول من العام الجاري بلغ إجمالي عدد القادمين إلى سوريا 395,000 زائر، منهم 356,000 من الدول العربية و 39,000 من الدول الأجنبية. وبالنسبة للذهب، فالأسعار بتواصل ارتفاعها بشكل واضح وقوي ليتخطى الجرام حاجز 500,000 ليرة سورية. في كل الأحوال نتمنى تعافي الليرة السورية والاقتصاد السوري وتعافي جميع اقتصاداتنا في الوطن العربي، فكما نؤكد نحن جميعا نسيج واحد. وبالنسبة لأسعار صرف الدولار، فعدد من المحافظات والمدن السورية اليوم سجل الدولار في دمشق 9,350 ليرة للبيع و 9,250 ليرة للشراء، وسجل في حلب 9,600 ليرة للبيع و 9,500 ليرة للشراء. أما في إدلب فسجل الدولار 9,280 ليرة للبيع و 9,230 ليرة للشراء، وفي الحسكة سجل الدولار 9,360 ليرة للبيع و 9,310 ليرة للشراء، وفي منبج سجل الدولار 9,300 ليرة للبيع و 9,250 ليرة للشراء. أما في الرقة فسجل الدولار 9,150 ليرة للبيع و 9,100 ليرة للشراء. وبالنسبة لأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية اليوم الأربعاء، سجل اليورو 10,190 ليرة للبيع و 10,076 ليرة للشراء، وسجل الدولار الكندي 7,079 ليرة للبيع و 6,995 ليرة للشراء، وسجل الجنيه الاسترليني 11,897 ليرة للبيع و 11,760 ليرة للشراء، وسجلت الليرة التركية 360 ليرة للبيع و 354 ليرة للشراء. أما الريال السعودي فسجل 2,502 ليرة للبيع و 2,472 ليرة للشراء، وسجل الدينار الكويتي 30,590 ليرة للبيع و 30,237 ليرة للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 2,546 ليرة للبيع و 2,516 ليرة للشراء، وسجل الريال القطري 2,576 ليرة للبيع و 2,545 ليرة للشراء. أما الدينار الأردني فسجل 13,233 ليرة للبيع و 13,083 ليرة للشراء، وسجل الجنيه المصري 302 ليرة للبيع و 397 ليرة للشراء. وبالنسبة لأسعار الذهب بعد الارتفاع القوي، سجل جرام الذهب عيار 24 581,000 ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 510,000 ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 438,000 ليرة. أما أونصة الذهب سجلت 1,926 دولار. سجلت ليرة الذهب 4,014,000 ليرة سورية، اللي بتساوي
$434.5. أما أونصة الفضة فسجلت 212,521 ليرة سورية اللي بتساوي $22.97. وسجل جرام الفضة في سوريا 6,833 ليرة. نكمل جولتنا للسعرات، أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية اليوم الأربع، واللي وصلنا فيها الأسعار صرف الدولار في لبنان، واللي سجل في البنك المركزي اللبناني 15,000 ليرة، وحافظ على مستواه على منصة صرافة التابعة للبنك المركزي اللبناني عند 86,200 ليرة. واستقر سعر الدولار في السوق السوداء في لبنان بعد الهبوط عند مستويات 91,500 ليرة للبيع و 91,200 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية اليوم الأربع. دعمنا بلايك، ولو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول. وتابعني أنا حسين علي، هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.